كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيد العائلة. وذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد فعلا، كيف تفعل بي هذا؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. وحينها تمنيت أن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي، لأني كنت غاضبا جدا ولم أبالي لمشاعرها، فأردت مغادرة المكان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وفي يوم من الأيام أتت أمي لزيارتي، ولم تكن قد رأتني من سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على باب منزلي وأخذ أولادي يصرخون من الخوف، فصرخت عليها: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. فأجابت بهدوء: آسفة، أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل بعد الاجتماع. ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه، وذلك للفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد توفيت، لم أذرف عليها دمعة. قاموا بتسليمي رسالة من أمي مكتوبا فيها: ابني الحبيب، آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وتخويف أولادك، كنت سعيدة جدا عندما سمعت أنك قد سوف تأتي للاجتماع، ولأني قد لا أستطيع مغادرة السرير لرؤيتك. آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينيك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، ولذا أعطيتك عيني. وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني. مع حبي، ابني العزيز. دخل الابن حالة نفسية حرجة، حيث انتهى به الأمر منتحرا. فأرجو منك أمك ثم أمك ثم أمك إلى آخر لحظة من عمرك هي أمك. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.